هيكون عندك طاقة كبيرة جدا إيجابية فيها رغبة واضحة جدا في الشغل تجاه حاجة معينة. خلال اليوم ده هتبقى أنت عندك استجابة واضحة، هتدور دايما عن انسجام ما بينك وبين أشخاص حواليك في كل علاقاتك مع أصدقائك وأشخاص بيقربوا لك. هتبتدي تحس برضا كبير بالتأكيد في الفترة دي، لأن الوعي اللي عندك والعقل الباطني هيكونوا متوازيين بشكل كبير. هتتاح عندك فرصة واضحة عشان تسترخي أكتر، هيبقى في شعور رائع جدا بالراحة في طبيعتك من غير أي سلوك مزيف أو حتى معتمد. يومك النهاردة حلو، لو حبيت تاخد زمام مبادرتك عشان توضح أي مشكلة ممكن تبقى في علاقاتك. هتبتدي تواجه كل ده بشكل متأخر حتى لو كنت مرتبط مع شخص من جنس تاني. يومك مناسب لأي مقدمات أو إعلانات أو حتى طلب من خدمة شخص تاني. عندك استياء واضح على كل مستوياتك الاجتماعية، ممكن يبقى بيتخبأ ليك مع كوكب الزهرة في جانب، هيبقى فيه تحدي حتى لو بسيط مع زحل والشمس. هتكون انت النهاردة عندك متعة مسؤولية واضحة مش عارف تقدر اي منها، هتتعامل معاها بشكل كامل جدا، هتكون حساس بشكل خاص عشان تختل في بيئتك وفي كل علاقاتك. كل الحاجات اللي انت حابب انك تعملها هتعتقد انه لازم تشتغل فيها. خلاف كل ده هتبقى انت منتج واضح حاسم للغاية جدا في كل انواع اللي بتبقى قدامك. من ناحيتك المثالية هتدور دايما عن حلول مبتكرة فيها عدم رضا، من الافضل انك تتواصل مع احتياجاتك وتراقب كل الافراط اللي بيبقى في اكلك للطعام في الفترة دي. خليك حذر اكتر لغاية ما يدخل القمر في برج الثور في الفترة الجاية. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.